هادشي على التواصل والتكاتف والتشارك من اجل الترافع على الحفاظ على المكتسبات وتحقيق التطلعات في ضمن الالم التوجيهاوي للجمعيه الوطنيه للتعليم. لقاء تواصلي مع الجمعيات المحليه والجهويه وفروع الجمعيات الوطنيه والمتحده من اجل العمل جميعا هي البرنامج التنشيطي للقرب الذي تطلق الان الوزاره بالشراكه مع الجامعه الوطنيه للتحرير. وكما تعرفوا ان هذا اللقاء من ضمن اللقاءات التي تتواجد في الجهات كلها 12 ديال المغرب. اذا كما قلنا انا هذا البرنامج ديالنا اليوم غيترأسوا عضو مكتب جامعي اللي غيعطي مجموعات رؤيه اللي غيعطي واحد الرؤيه هامه تشوفها الجامعه الوطنيه للتحرير حول هذا النشاط، كيفاش التنزيل ديالو، كيفاش التعامل ديالو. وحنا اليوم من اجل النقاش ونزيد نوضحوا اكثر والنقاش في هذا الموضوع اكثر باش نقدموا كل ما خدينا اليوم في هذا اللقاء نقدموه على صعيد المكتب الجامعي باش ياخذ به ويعطينا واحد كما تيقولوا واحد الخلاصه عامه لهذا النشاط والمفيد ديالو. محطه للنقاش وفرصه كذلك للقاء ونتواصل مع هذه الجهه تقريبا تشكل واحد قطب مهم على مستوى الجمعيات المتواجده بها سواء على مستوى الجمعيه المحليه او فروع الجمعيات الوطنيه والمتعدده. وكذلك لكي نسمع من رايكم في هذا المشروع وملاحظاتكم وان في شي اقتراحات اخرى التي يمكن ان ندرجها ضمن هذا البرنامج الصيف خلال هذا السنه. نحن الآن في محطة مهمة استعدادا للندوة اللي تحتضنها دار الشباب النور يعقوب المنصور. في هذا الإطار الحضور الجمعوي أنه متعدد ومتنوع بالنسبة للجمعيات المحلية والجهوية والفروع الوطنية اللي غيناقشوا اليوم استعدادات اللي تقوم بها المكتب الجهوي ديال جهه طيوبات صلاة وقنيطره الجامعه الوطنيه للتخييم استعدادا لمحطات مهمه ديال التخييم واللي الارهاصات الحاضره الان وكذلك بالنسبة للجمعويين أنهم تنتظروا كيف أتمر هذه المحطة الأساسية اللي تيكون فيها الطفولة والشباب في المخيمات، خاصة بالنسبة للأطفال المهمشين وكذلك اللي عندهم ظروف صعبة وكذلك الأطفال اللي تتحتضنهم هذه الجمعيات سواء المحليه متعدده والجهويه واللي عانت هذه سنتين بدون مخيم خاصه من الظروف اللي مرت منها البلاد في هذا كوفيد 19 واللي كانت صعوبه كبيره في المسار ديالهم التعليمي. والان انتظارات كلها حول حل المخيمات الصيفيه وهذا مطلب ديال الجميع الفاعلين الجمعويين في الحقل التربوي. إذن سواء المكتب الجهوي أو الجامعة فهو تيطالبوا والآباء والأطفال مخيمات صيفية اللي ترجع لهم أولا الحالة النفسية المعاناة ديالها ويعيشوا واحد الظروف ملائمة ديال الراحة والاستجمام وكذلك الترفيه في إطار واحد الوحدة متكاملة بواحد البرامج ومشاريع تربوية. الهدف منها هو أولا باش يفرغ هذوك الأطفال خاصة من الصعوبات والمشاكل اللي تعانيو وكذلك باش أنهم يلقاو الراحة ديالهم. شكرا.